انا غلطانه اني وافقت لك على شغل الوزاره ده. انت مش مستريح خالص يا حبيبي. مستريح فين؟ هو اللي بيمسك الوزاره بيرتاح. بعدين يا ستي انت خلاص جوزت بنتك وفاضيتيلي كده برضو؟ يعني انا قبل كده مش كنت بهتم بيك وبتهمني راحتك ولا ايه؟ نهى وحشتني قوي. ومين سمعك؟ وحشتني انا كمان قوي قوي. بقولك ايه رايك لو نعزمها هي وجوزها طارق بكره على العشاء او الغدا؟ هو انت يا راجل انت بتقعد في البيت عشان عايز تعزمها هي وجوزها؟ على رايك. اما اقوم اجهز لك العشاء. ماشي ماشي. العشاء جاهز يا غريب. ماليش نفس. كل انت. وانا كمان ماليش نفس. جرالكم ايه يا ناس؟ انا يوم ما جبت سيف في البيت هنا حسيت اني عملت جر، ويوم ما رجعته لابوه حسيت اني عملت جر مكبر. قولولي الصح ايه ولا كنت اعمل؟ متزعلش مني يا غريب، حبيت سيف كيف ولدي. لا ده ولدي يا ناس، انا اللي رضعته وانا اللي سهرت جنبه وهو عيان وبيبكي، ولما كنت بصحى على صوت وهو بيناغي كنت بحس ان الدنيا كلها بتضحك في وشي. سامحني يا دريم. اسامحك؟ انا عايزك انت اللي تسامحيني يا جميله. عودتي بالولد ليه فرحانة؟ الباشمهندس بيقول خليهني مع أم جميلة وجنب أخوه أدهم وهيعاود بكرة ياخده. هو اللي قالك ده؟ أيوة يا سغريب. طيب دخليه جوا. يلا يلا. سيف يا ولدي توحشتك يا ولدي، تعالي يا فرحانة جوا. سيف حبيبي. مالك يا تهاني؟ سلامتك يا اخوي. انا خير يا احمد. اصل الغريب عارفه سمعت كل حاجه. ريح نفسك. بس لازم تفهم يا تهاني، الحكاية دي كانت مفاجأة بالنسبة لي زي ما كانت مفاجأة بالنسبة لك تمام. ما بقتش مصدق روحي. ولد اللي عشت سنين طويلة على انه ميت اكتشف دلوقتي انه عايش. مش عارف اعمل ايه. خبرة انك شايلها هم سيف. ولد وهم تقيل قوي يا تهاني، هم من ناحيتين. مانيش قادر اقول لك يجي يقعد معانا هنا. انت مالكيش ذنب ولا قادر اسيبه يقعد عند الغريب. الولد ملوش ذنب. بديتك انت يا تهاني، بديتك انت يا بنت الناس. رجعته مع فرحان يقعد عند الغريب وسط اهله اللي تربوا اياهم عشان ما شايلكيش همه. هاتوا يا احمد وما تخافش. ولدك
هشيله فوق راسي، هحطه جوه عيوني، هخاف عليه. يا ولد عمي، طول عمري بحبك، ما تمنيتش اعيش مع راجل غيرك، وححب ضيف ولدك كيف ما بحبك تمام. باباي يا تهاني، تريك يا بنت الناس قلبك كبير قوي قوي. مش عارف اقول لك ايه، ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. اهم انا الحق الغريب. واه احمد يا راجل، الولد زمانه نايم. صباح رباح. فكرك كده؟ طبعا كده. ماشي ماشي يا تهاني. نهلة نهلة حبيبتي، انت فين؟ اه يا شريف، الحمد لله على السلامة حبيبي. ايه بتعملي ايه؟ كنت في المطبخ جاهز العشاء. عشاء ايه؟ واحنا اتفقنا على كده؟ تعالي هنا. ايه؟ تعالي، احنا قلنا كده برضو. حضرتك اتفضلي تستريحي هنا وما تعمليش اي مجهود، وبعدين ما تتعبيش نفسك خالص لحد ما ولي العهد ده يشرف. مش معقول يا شريف، انت من ساعة ما عرفت ان انا حامل لا عايزني اوضب ولا اقف في المطبخ، ايه هنقضيها كده نواشف وكل الاكل تكاوي؟ يا ستي هو انا اشتكيت لك؟ بعدين انت مش عارفه ان انا هبقى اسعد واحد في الدنيا لما البيبي ده يشرف؟ عارفه طبعا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا ابدا. تعالي لي ياما. لا عشان خاطري بلاش حكايه ياما دي. طيب ماشي، عشان خاطر الكلام الحلو اللي انت قلتيه ده بقى. يلا قومي غيري هدومك. ليه؟ عشان هنخرج نتعشى بره. نتعشى ايه؟ طب والاكل اللي في المطبخ؟ انا مش عايزه. طب اعرف بس انا عامله ايه؟ عامله بيكاتب الشامبينيو وعامله خضار سوتيه وبطاطس بيري وشوربه وسلطه. برضو مش عايز. خلاص امرك، حكم القوي على الضعيف. ايوه كده، بحبك وانت بتسمعي الكلام. يلا بقى حضرتك اطلعي غيري هدومك وانا هستناكي. بس بقول لك ايه، على الاقل من مهلك. في ايه بس يا شريف؟ مالك؟ انا كويسه الحمد لله. ان شاء الله على طول كويسه، بس انا عندي مين في الدنيا خاف علي غيرك. انا عارف مش ممكن هقدر اغلبك ابدا. طب يلا اتفضلي بقى. حاضر. على فكره بقى. نعم. انا بحبك قوي. ما هي المصيبه ان انا بحبك اكتر. صباح الخير يا أم. صباح النور يا ولد، كيفك النهاردة يا دنان؟ بخير يا أم الحمد لله. أبويا وين أمال؟ فقدته يا ولدي، ما خرجش منيها من صباحية ربنا، معرفهاش مال، حوديله الشاي. لا استني يا أم استني، أنا اللي هوديله الشاي. صباح الخير يا ابوي. صباح الخير يا احمد. قرب يا ولدي، واقف بعيد ليه؟ تفضل الشاي يا ابوي. ولده حلال، تنساه اجيلك. خير يا ابوي؟ عايز مني حاجه؟ كنت عايز اطمن انك مسامح الغريب
وقدرت تفهم ايه اللي خلاه يعمل كده وايه اللي خلاني ضعفت. ما تشيلش في نفسك حاجة من ناحيتنا يا ولدي. العفو يا ابوي العفو. انا ما قدرش اشيل في نفسي حاجة من ناحيتك واصل. بعدين يا ابوي انا اتحدثت مع الغريب وفهمت كل حاجة. ده انا اللي كنت جاي لك علشان تسامحني اذا كنت غلطت بكلمة كده ولا كده ولا صوتي علي. بارك الله فيك يا احمد. طب يابا كان في موضوع مهم كنت عايز اخد رايك فيه. خير يا ولدي. دلوقتي انا شايف ان نهله لازم تعرف ان ولدها لسه عايش. ده حقها يا ابوي. فكرت زين في الكلام ده يا احمد. ايوه ده حقها وحق ربنا كمان. وانا ما قلتش حاجه ونعمه بالله، لكن هي دلوقتي اتجوزت وبقى لها حياه جديده وكونها تعرف ده يخربط حياتها. وبعدين هي هتاخد الولد مننا، ما نقدرش نعرف كيف هيتربى هناك. بلاها يا ولدي بلاها تفتح الجروح القديمه. بلاها اللي تشوفه يا ابوي. ربنا يقدم ما فيه الخير. الله. طيب بالاذن انا رايح. وين رايح؟ للغريب عشان اجيب سيف. سيف لازم يقعد معانا، مش هو ده بقى الوضع الطبيعي؟ عندك حق يا احمد، انت ابوه وادرب صالحه. روح هذا. السلام عليكم يا ابوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عنك يا ولدي. يعني انت كمان كنت خابره ان سيف يبقى ولد احمد ومخبيه علي؟ ومالك انت تعرف ليه؟ ابي مش جوزك ولا خلاص وجودي بقى زي قلته؟ اديك قلته. طب وام الولد خابره ان ولدها كان عايش في بيت الغريب السنين دي كلها؟ مالكش صالح يا محفوظ. طب والحاج عبد الجليل كان خابر ان الولد ده يبقى ولد احمد؟ مالكش صالح يا محفوظ. طب لو كان خابر كان سايبه ليه يعيش السنين دي كلها في بيت الغريب؟ مالكش صالح يا محفوظ. قلتيلي اجراني. انا رايحه دار امي هطمن عليها وعلى ابوي. انت هتسيبيني كده من غير ما تجاوبي على الاسئله ولا ايه؟ اسئلتي انا سالتك 50 سؤال، نقي لك سؤال وجاوبي عليه. مش هجاوب على حاجه. وخدي بالك السؤال الاولاني اجباري. يلا بسرعه قبل ما اسحب الورقه. اباي ساقطه. تعال خش. بس بتعيط ليه؟ بتعيط ليه يا حبيبي؟ ده انت بقيت في بيتك يا سيف. تعال يا حبيبي تعال. بس بطل عايط. بطل عايط. تهاني تهاني تهاني. بس يا سيف يا تهاني. قولي لي امال ستك تهاني فين؟ ست تهاني بعافيه شويه. بعافيه؟ طب امسكي امسكي. ايه خير يا زيد الخير؟ ست تهاني حامل يا سي احمد. اديني الحلاوه بقى. انت بتتكلمي جد؟ جد يا سي احمد. طب امسكي حلاوتك. اي الله يبارك لك. استني. ايه خد يا زيد الخير، مش خساره فيكي. خدي دول كمان. خليك يا سلام. اظهر يا عاد يا سيف انه وشك حلو وحيبقى لك اخو. صحيح يا اولاد الفقه لما يسعد. احنا متشكرين اول سعادتك انك سمحت لنا بالمقابله دي. العفو يا شكري بيه. بس قلنا لك شكرا يا فندم. دخلوا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا نجي؟ اسيبكم مع بعض شويه. متشكرين. ايه يا حبيبي؟ مامي وحشتكش يا نجي؟ ازيك يا ابني؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين. يعني ما انتش عايز اي حاجة؟ لا شكرا. ما تقلقش يا حبيبي، احنا عملنا استئناف وان شاء الله هيخففوا الحكم. كله بامر الله يا امي وانا راضي بحكمك.
ونعم بالله. انا نفسي ارجع الزنزانه تاني. زنزانه؟ انت ما تعرفش يا حبيبي احنا تعبنا قد ايه عشان نشوفك. سيبيه، هو عارف هو عايز ايه. انا اذنكم. اهلا يا باشمهندس. اهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم عبدو؟ الحمد لله. كيفك وكيف عيالك؟ الحمد لله. بقول لك يا عم عبدو، الجواب ده بجديه لمدام نهله. حاضر. ولا اقول لك ملوش لزوم بقى، ملوش لزوم. امسك عم عبدو، هات حاجه حلوه لعيالك. شكرين يا باشمهندس. السلام عليكم يا عم عبدو. السلام ورحمه الله وبركاته. سنين عمره بسبب اهمالنا ليه وسكوتنا، سكوتنا عليه وهو بيضيع من قدام عينينا. وعلى فكره انا مش بحملك انت بس المسؤوليه، لا انا كمان مشترك في الحكايه دي، لان المفروض كنت ما اشوفه وهو بيضيع قدام عينيا، كنت اضربه، اكسر دماغه، اكسر عظمه. لكن انا غلطان، سبته يضيع من قدام عينيا وانا واقف ساكت. انا مستعد اعمل اي حاجه، اصرف عليه كل فلوسي، ابيع كل ثقتي، بس ناجي يرجع لي تاني. انا متاكده ان القاضي هيراعي ظروفي، هيحس بيا، هيراعي ظروفه هو كمان، هيعرف انه شاب لسه بيبتدي حياته. والبني ادم اللي ضاعت حياته بسببه، القاضي كمان هيحس بيه زي ما يحس بحضرتك. انت بتسود الصوره كده ليه يا شكري؟ حرام عليك. علشان هي دي الحقيقه اللي حضرتك بتهربي منها طول عمرك، ولما اتحققت قدامك ما صدقتيهاش.
كل اللي نقدر نعمله دلوقتي احنا ندعي له. ادعي له ادعي له. وادعي كمان ربنا يخلي القاضي يقبل الاستئناف ويطلع يبقى بين ايدينا ونبتدي حياتنا من اول وجديد. حياه جديده لينا كلنا. ربنا يسامحنا. ربنا يسامحنا. ربنا يسامحنا. يا رب. يا رب. قولي لي بقى يا بنوته، ايه البنوته بتاعتي مالها؟ ماليش يا مامي. لا قولي لي، طارق مزعلك؟ ابدا. يبقى مامته. والله خالص، مامة طارق شاريني على راسها من فوق. امال ايه بس يا حبيبتي، الورده بتاعتي مالها مبوزه ليه؟ مش عارفه يا مامي، مش حاسه ان انا سعيده، مش حاسه ان انا مبسوطه. طارق دايما بيرضيني. والله يا عمي زي ما بقول لك كده بالظبط، انا مش مصدق ان في سعاده كده. صدق يا عمي، انا كتير بصحى من النوم بحس ان انا بحلم وان السعاده اللي انا فيها دي مش حقيقيه. ربنا يسعدكم يا ابني. لازم تعرف ان نهى دي كل حياتي، اي حاجه تطلبها منك تنفذها على طول، فاهم؟ هو ده يا عم اللي انا بعمله بالظبط. هو ده بالظبط يا مامي اللي مضايقني. طارق من كتر ما خوفه ان هو يزعلني يعني فقدت احساس ان انا ست وهو راجل. يعني هو غلطان يا نهى ان هو بيرايك ومش بيرضى يزعلك خالص؟ ايوه يا مامي، بس لازم برضو نتخانق مع بعض. يكلمني مره يدخل يتعصب عليا، ما يعجبوش حاجه يقول لي مش كل حاجه حلوه، كل حاجه رائعه، كل حاجه الله عليكي يا نهى. يا سلام عليك، يا سلام على الافتراء. يعني انت كان بيعجبك نرفزه باباكي؟ يا مامي بس يقول رايه، يحسسني ان في حد معايا في البيت. كل ما اعمل حاجه يقول لي الله عليك يا نهى، جميل يا نهى، رائع يا نهى. نفسي في مره يدخل يقول لي يا سلام ايه اللي انت عاملاه ده يا نهى، يتخانق معايا يا مامي، احس ان في حياه في البيت. مش رائع يا نهى اللي انت بتعمليه ده. نهى ان شاء الله بينا؟ زي ما انت عايز. لا شكلك كده عايزه تقعدي شويه. خلاص خلينا بقى قاعدين شويه. حبيبي زي ما انت عايز. لا زي ما تحب انت. علويا العزم ان شاء الله. نازل مصر. هي ايه حكايتك اليومين دول؟ من ساعه ما رجليك خدت على مصر وما بقيناش نشوفك في الدار، لا أني ولا عيالك. تتخطي في عقلك ولا ايه؟ مالك يا وليا؟ عايزين اهم لابويا ينزل مصر حالة؟ حضرة العمدة؟ سيادة النائب، انت تتخطي في عقلك ولا ايه؟ وما ينزلش الحالة ليه؟ صغير وحيتوه؟ اختش يا وليا، اختشي. احط لسانك جوه حنكك، جوه خشمك. فسقولي ولا اقولك ما تغريشي. هاني حنهملك نسيبك لحالك لوحدك. على السلامة يا عبد المعطي. الله يسلمك يا سعادة الباشا. عشان تعرف بس ان احنا ما بنتخلاش ابدا عن الرجالة بتوعنا. عارف يا باشا، عارف ومش هرجع له تاني، واذا رجعت مش هرجع لوحدي، هنرجع صحبة جماعة مع بعض. خد بالك يا عبد المعطي، انا شامم كده ريحة تهديد في كلامك وانا ما بحبش الطريقة دي. انا طول عمر الرجل بتاعك يا باشا، والوجه الازاز اللي الكل بيحدفها بالطول، بس الواجهة دي لو وقعت هتعور الكل والدم هيبقى للركب. اظن انت فاهمني يا باشا. فاهمك يا عبد المعطي. طلباتك؟ طلبات انت عارفها كويس واتفقنا عليها قبل ما نبتدي اي شغل. اظن ان سعادتك لسه فاكر، ولا يكون عند سعادتك المرض البطال او اللي اسمه الزهايمر ده اللي بيقولوا عليه. فاكر يا عبد المعطي. خد دول. ايه دول؟ ده جواز سفر باسم تاني. فاجأ البسكالينا. وتذكرة سفر لأتينا. الطيارة هتطلع بعد 3 ساعات.
ومبلغ صغير كده حوالي 100,000 دولار بس. بس معلش يا عبد المعطي اللي قدرت ادبره، بس اوعدك اسبوع وهيكون عندك نص مليون دولار. وانا ايه اللي يضمن لي؟ كلمة شرف. ما اضمنكش. هو ده اللي عندي يا عبد المعطي. قلت ايه؟ مضطر اصدقك. شايف العربية اللي جاية وراك دي؟ اه حلو، شكلها حلو جديد. فيها اتنين من رجالتنا هيطلعوا معاك المطار وهيفضلوا معاك لغاية ما تسافر. اطمنت؟ انا مطمن يا باشا طول ما انت معايا. صدق يا عبد المعطي انك هتوحشني. كتر خيرك يا باشا، اللهم اكرمنا. يا عم سبحت ايه، اوعى مش هتنفعك هناك. هتنفعك انت هنا يا باشا. عبد المعطي مع السلامة. هات الظرف. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يفتح عليك يا ولدي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. صحيح يا سيف. تسلم يا ابوي، تسلم، ربنا يبارك فيك. ايه خارج بدري ولا ايه؟ اه والله يا ابوي عندنا شغل كتير النهارده. ربنا يعينك. طيب يا ابوي مش هعطلك بالاذن انا. سلام يا سيف. خدني معاك يا ابوي احسن اتاخر عن المدرسه. وماله يا عم سيف، تعالى معايا يا سيدي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم. سيف. أجي. امسك يا ولد. أبويا عطاني يا جد. امسك يا ولد. خد من جدك يا ولد. السلام. سلام ورحمة الله. مع السلامة. خد من جدك يا ولد. اديلك حاجة أنت خدها. يلا يا سيدي. صباح الخير. سيد صباح. حضري لي الشاي عبال ما اخد الحمام. عيني. بتعمل ايه يا بنت؟ انت اتخبطت في نافوخك؟ قول لي انت. اهداه يا جابر. هات ده يا بنت. دراعي. هات ده ايه؟ اسمع يا بنت، لو عملت عملتك السودة دي تاني انا مش هكسر لك دراعك بس، لا انا هكسر لك نافوخك كمان، فاهم ولا لا؟ وعي الحديد زين. ما انت جويت وافتريت لكن ربنا عظالك. غوري غوري غوري. تسلم يدك يا ماي. تسلم وتعيش يا بنتي، ولو اني واخده على خاطري منك انت وجوزك. مناني؟ ليه يا ماي؟ ما بقيتوش تزورونا زي الاول. غصب عني والله يا ماي، طلبات العيال كتيره،
الأول كنت قاعدة لحالك، كنت باجي عشان أسليكي، أما دلوقتي ما شاء الله معاكي أحمد وتهاني وسيف، مالين عليك الدار. مالين الدار صح، بس ده ما يمنعش اني بتوحشك انت وولادك يا بنتي، ولازم تيجوا تزورونا. اكده وبس، من عيوني يا ست الحبايب، اللي كان ده يسعدك هجيلك كل يوم. طبعا يسعدني يا بنتي، هو انا ليا بركه غيركم؟ اشرب الشاي. ايوه يا فندم. شكري بيه موجود؟ نقول له مين حضرتك يا فندم؟ قول له طارق راتب المحامي. طب اتفضل يا استاذ. الاستاذ راتب المحامي عايز حضرتك. طب اعمل له قهوه. حاضر. وما تقولش للمدام ان المحامي هنا. حاضر يا فندم. خير يا استاذ طارق؟ في اخبار جديده؟ ايوه شكرا بيه، بس في اخبار مش كويسه. الاستئناف اترفض ولا ايه؟ ايوه شكرا بيه. بس حضرتك اكدت لنا قبل كده ان القاضي ممكن يقبل الاستئناف. قبل الاستئناف شكلا ورفضوا موضوع على شكرا بيه. يعني ابني هيتحكم عليه؟ احنا هننقض الحكم وده اخر امل لينا. خلاص كده ابني ضاع. يا استاذ اتفضل دلوقتي عشان بس احاول الاقي طريقه اقول لها الخبر. انا اسف يا شكري بيه، عن اذن حضرتك. يا شكري، شكري انت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. قلت ايه يا رغيبة؟ يا شيخ عبد الجليل انت كبيرنا وكلمتك على راسنا من فوق. بارك الله فيكم. وانتم يا شدايدة؟ القول قولك يا حج. يعني ترضوا بحكمي؟ نرضى. الحمد لله أن هداكم للخير. بكرة الصبح إن شاء الله ولد راغب هيشيل كفنه على يده وياجي لحد عنديكم. قوموا سلموا على بعض. وليك. نعم يا خال. قول لهم يتجهزوا الغداء. امرك يا خال. بس يا ولد بس، جلدكم عنده ضيوف. شوفي الولد ما تعرفيش تفرجيهم عن بعض، كانهم جم في بطن وحده. سيف ولدك كيف ما هو ولدي بالظبط، ونادى وادها وسيف ولادي وربنا يعلم. ربنا يعلم. ربنا يديم المحبة بناتكم، والحمد لله اللي ربنا عوض صبركم خير انتي وتهاني بنتي. الحمد لله. تسلم يدك يا بنادم. تسلمي بنتي يا تهاني. هم يا بنت بسرعة. اعملي حساب واكلي للعيال يا بنت. حاضر يا عم. اتفضل اتفضل يا بنادم. اتفضل اتفضل عالجاع. اتفضل. فاطمه. اي ماي. قولي للغريب الغدا جاهز يا بيت. حاضر يا ماي. هم ايوه يلا على الباب. مسروع كده ليه؟ تهاني مسي بالخير يا فرح. اهلا يا اختي اتفضلي. يا هنروح نعمل لك الشاي. اقعدي ما عاوزاش حاجه، عاوزاك. مالك يا فرحه؟ حالك متغير ليه؟ ماليش يا اختي. واني حتوه عنك ولا ايه؟ من يوم السبوع وانت حالك متغير، لسانك الطويل ملموم جوا خشمك، خفت عليك قلت اطمن يمكن تكوني عيانه ولا حاجه. هتتمجلسي علي؟ صحي يا بنت مالك؟ فيكي ايه؟
كمان يبقى كلامي صح. مالك يا بت؟ فضفضي كل اللي جواكي. جابر من ساعة رجليه ما خدت على مصر وهو مسود عيشتي. ما قدرش أقول لك بشوف إيه خلجانه، ولو نطقت يضربني ويهددني إنه هيطلقني لو فتحت خشمي. واه، وسكت ليه كل ده؟ ما اشتكتهوش لأبويا العمدة ليه؟ كان جاب لك حقك صح. يا لهو بالي، أنت عايزاي طين عيشتي؟ أنا هقول لا، ربنا يخليكي ما تخربيش علي. مالكيش صالح انتي. انا هقوله مادام وصل لكده يبقى لازم حد يعجلها، وابويا هيعجلها صح. عارفاش اقول لك ايه؟ هتقولي ايه يا فرحه؟ انت اختي يا بنت، تمسي بالخير. ما انت قاعده. معلش الدنيا ليلت، ما عايزاش اتاخر على الدار. مع السلامه. خير يا غريب؟ كنت عاوزني في حاجه؟ تعالى اقعد يا جميلة. حاضر. شوف يا جميلة، الورقة دي فيها أسماء ناس اللي ليه عندهم فلوس ومواعيد تسديدهم، ودي فيها أسماء الناس برضك اللي ليهم عندي فلوس ومواعيد تسديدهم. وأنا مالي بالحكاية دي يا غريب؟ سيبيني بس أكمل حديث الأول. ودول عقود شراء أرض باسم أدهم وسيم، كل واحد 3 فدادين. وبعدها لك يا غريب؟ قلت لك خليني أكمل حديث. مش هتكمل يا غريب، والحديد ده ملوش عايز واصل. يا بنت الناس ما حدش ضمن الحياة من الموت، وانا عايز يعني لو جرالي حاجة اطمن عليكم. احنا مش محتاجين غير نفسك وسطينا يا غريب، دخلتك علينا بالدنيا. انا عايزك تاخدي بالك من نفسك ومن الولد، وسامحيني لو كنت يعني قصرت معاك في يوم من الايام ولا حاجة. حديدك ماسخ النهاردة يا غريب، وانا مش هقعد ومش هسمع. يا بنت الناس احنا ماشيين على طريق، والطريق ده ما يعلم بالله ربنا سبحانه وتعالى. قادر ربنا يرجعك بالسلامة. انا بقول يعني لو انت سافرت كتير يا غريب وعودت بسلامة، محدش ضامن الحياة من الموت. يبقى مش هتخرج من الدار يا غريب، مش هتخرج النهاردة من الدار. واه، ومصالح الخلق اللي في رقبتي. مش هتخرج من الدار يعني مش هتخرج يا غريب. ان شاء الله تعمل نفسك عيان، مش هسيبك تخرج من باب الدار. جرايا جميلة، احنا هنعمله زي العيال صغار ولا ايه؟ انت السبب يا غريب، انت اللي بتقول لي كلامي يوجع القلب. يا ستي بهزر معاكي، عايز اشوف غلاوتي عندك كديه. يلا اشوف وشك بخير. استناك يا غريب. ان شاء الله. تروح وترجع لي بألف سلامة. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. وللمشاوير رجوع.
حاكم الغربه لا من عطش ولا جوع قلبي اتفتح يا احباب تعطلوا الدنيا مره وانتوا بتحلوا نقول لبعض اللي ما بنقولهوش ونسيب ورانا اللي ما بنحبوش ده انتوا الدواء لقلبنا الموجوع وللشموع دموع المشاوير رجوع أنا ببكي من الغربة لا من عطش ولا جوع